النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية وضعت المطالب المهنية الاجتماعية جانبا. اليوم هي انخرطت كلية في مطالب الشعب، هي مع الحراك الشعبي السلمي، هي مع كل ما يريده الشعب ومع إرادة الشعب، نحن من الشعب ومع الشعب. اليوم أثبتنا كأساتذة، كموظفو قطاع التربية الوطنية، كعمال، نحن اليوم ندعم السلمية، ندعم هذه الصور الجميلة بالنسبة للجزائر. النقابات المشتركة هي نقابات التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية، 6 نقابات: كنابست، إمباف، سنابست، ساتيف، أسنتيو، إي لكلا. منذ أسبوع أو يزيد قررنا كنقابات تربية أن يكون لنا يوم متميز، اللي هو يوم 13 مارس، أن يخرج الأساتذة عبر ربوع الوطن للمشاركة الرمزية إلى جانب الحراك الشعبي، لأننا انخرطنا في الحراك الشعبي منذ الوهلة الأولى كمواطنين، وبعد ذلك انخرطنا كهيئات. خرجنا اليوم كأساتذة، ما كان ني نقابة، ني جبهة، ني عفلان، كاين أساتذة